السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع موقع جديد Welcome to Design Explorer. ده أداة open source عشان نشوف إن ممكن يبقى فيه أكتر من بديل، وإحنا اللي نحدد إيه البدائل اللي إحنا محتاجينها. خلينا أقول له كلوز ونبدأ الشغل. هنا بيقول لك إن إحنا عندنا اقتراحات كتيرة جدا للهاي والأورينتيشن والكولينج والهيتنج والحاجات دي كلها، فظهر عندي ملايين الاقتراحات للتصميم بتاع الغرفة. فاحنا ممكن نقول له لا، احنا مش عايزين دوت، احنا عندنا مثلا ايه اللايتنج مثلا عايزها مثلا من رقم كذا رقم كذا، وتبدا بس مجرد دراج اند دروب وتسحب، فيبدا يقلل لك الاقتراحات للحاجه اللي انت عايزها. طيب مثلا عندك الكولينج، ممكن تقول له انا مش عايز، انا عايز مثلا من كذا لكذا، فيبدا يقلل لك الاقتراحات. لا ده انا عايز ازودها شويه، يبدا يزود لك الحاجات. طيب ده انا عندي الهاي مثلا عايزها مثلا من 3 و6 ل4 مثلا، فيبدأ يقلل لك الاقتراحات اللي اقل من كده، وهكذا. زي ما انت شايف بيبقى سهل جدا ان انت تبدأ تختار، فيبدأ يجيب لك الديزاين، انت بقى تختار اللي انت عايزه، فيبدأ يجيب لك بقى كل الخصائص بتاعته بالشكل دوت، معناه كل المعلومات اللي انت محتاجها، الاورينتيشن، الديبس، الكولينج، الهيتنج، اللايتنج، الدي اي، اليو دي اي، كل الحاجات دي موجودة، تقدر تختار اللي انت عايزه.